اسمع يا اياد يا ابني، انت هتتجوز بنتي يعني هتبقى واحد مننا. تعرف طبعا ان انا بثق فيك وفي اخلاقك وفي تربيتك، واعرف المرحوم والدك، فانا ليه عندك طلبات؟ انا تحت امر حضرتك. انا عاوزك تصفي شغلك اللي بره كله وتيجي تشتغل معانا، وتعمل حسابك انك هتعيش انت وياسمين معانا هنا في البيت. خليه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسلم يا باشا وأخذ البركة. أهلا وسهلا يا حاج مهدي. طيب أستأذن أنا بقى. خليك قاعد. اتفضل يا باشا. النبي قبل الهدية. إيش إيش سبحة ذهب. عيار 21 سعادتك. مش مهم العيار يا مهدي، المهم انها ذهب. ودي شاريها ولا موصي عليها؟ صراحة يا باشا يعني هي معمولة مخصوص وصاية يعني، بس أنا ما اشتريتش حاجة. ما هديني هدية جاية لك يعني. معاذ الله يا باشا، معاذ الله. الحكاية وما فيها إن الراجل اللي عملها لي لما عرف إن أنا ههديها لسعادتك حلف ما هياخد مني لا أبيض ولا أسود. وبعدين يعني الراجل مش غريب يا باشا. سيد حماد جوز أختك. هو بعينه يا باشا. بصراحة يا باشا هو مورود ورطة كبيرة قوي، لا كانت على البال ولا على الخاطر. موضوع بتاع الشيخ العطيفي. قسما بالله العظيم اللي حصل غير اللي سمعته يا باشا. أنا ما بسمعش يا مهدي. أنت عارف كده كويس. عارف. عارف يا باشا. سيد حماد لعب من ورا ظهر الشيخ العطيفي. بصراحة يا باشا هي جت فيه، بس والله العظيم والله العظيم ثلاثة ما هو اللي لعب ده. الواد سهر ابنه هو اللي ورطه، جاب شوية استيكرات من بتوع العطيفي وخلطهم على الشغل بتاع ابوه ونزلهم في السوق على أساس إن هم بتوع العطيفي. وأبوه كان فين من كل ده؟ أبوه ما كانش مخونه يا باشا، برضه يعني الواد ما كانش فاتحها على البحر. ده هم يعني كم حته كده كان ممكن يعدوا لولا الزبون اللي قفشهم وكبرت في دماغه وعمل فضيحه. هو كان لازم يعمل فضيحه يا مهدي عشان ده مش زبون. ها؟ قصدك ايه يا باشا؟ الشيخ العطيفي مش راجل صغير عشان يسيب حد يلعب باسمه. تمام يا باشا، ما قلناش اي حاجه، بس ده قاطع المايه والنور عن جوز اختي بقاله ازيد من شهر بحاله، ما قعدوا في البيت. كل غلطة وليها تمن. ماشي يا باشا، نتمن الغلطة وندفع التمن. خلاص، من النهاردة ابن أختك ملوش في التجارة بتاعة أبوه. يعني مش فاهم يعني إيه؟ يعني الواد لا هيشوف الذهب ولا هيلمسه بإيديه. ماشي يا سعادتك. والشغل اللي اتخلط بشغل العطيفي هتتحسب نسبته قد ايه وهيتخصم على سيد جوز اختك لمده سنه. سنه يا باشا؟ بس ده كتير يعني، الضربه جامده عليه يا باشا. الضربه دي مش هتصلب حيله ولا بعد 3 سنين. يتصلب حيله بعدين احسن ما يتهدد دلوقتي. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك. السلام عليكم. مهدي. ايوه يا باشا. السبحه بتاعتك يا باشا دي. ماشي يا باشا، جميلك في رقبتي. سلام. زكريا. كلم الشيخ العطيفي وقول له زين العطار حكم في موضوع سيد حماد والحكم نافذ. هو حضرتك عايزني اشتغل في ايه بالظبط؟ زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ انت كده بتتهم واحد من اهم رؤوس الاموال في مصر. في ناس كتير عاوزه توقع الراجل ده. انا عارفه كويس، عارف انه راجل محترم وراجل نظيف. طلع الحاجات دي من دماغك، بدل ما تفكر فيها خليك في شغلنا، عندنا بلاوي متلتله. انا مش فاهم.
والراجل ده عامل غسيل مخ البلد كلها ولا ايه؟ يا باشا انت عايز تفهمني الفلوس دي كلها جايه من اسرار التصدير؟ اه طبعا، هات لي حاجه في مصر كده ما عليهاش اسم زين العطار. يا ابني ده بيشتغل في كل حاجه من الابره للصاروخ، يعني ايده طايله في كل حاجه. وبعد كده الكلام اللي انت قلته ده دلوقتي ده يعتبر اتهام صريح من غير دليل، يعني قال ممكن اتجازيك عليه. انا اسف يا محسن باشا، بس مفيش حد فوق القانون، وانت لو اديتني فرصه اثبت لك ده بنفسي. انا جاي لي معلومه مؤكده بتقول ان في عربيات محمله سلاح وداخله عن طريق الصعيد وهتنزل في مخزن زي العطار. كله عايزه من حضرتك تصريح عشان اروح اكبس عليهم. تصريح ايه يا ابني وكلام فاضي ايه؟ قلت لك مليون مره يا يوسف ما تعتمدش على اسم والدك سياده اللواء. سياده اللواء لو عرف اللي انت بتعمله ده اكيد هيزعل منك وهيتضايق. عشان كده ما تتهمش الناس المحترمه اتهام جزافي من غير دليل. ها عملت ايه يا ضبع؟ واضح كده ان زين العطار وصل لمحسن بيه قبلينا. انا هروح المخزن وهقفش العيال دي وهعمل قضيه ولو فيها موتي هتيجي؟ يا ابني انت كده كده ابوك لواء هيسندك، يعني لو حصل اي حاجه انا اللي هروح في الرجلين. ما انت عارف. ما تقلقش، وبعدين انا مش هزعل لو ما جيتش. مش الفكره يا يوسف، انا بحسب حسابات لحاجات كتيره. بس بقول لك ايه، هي موته ولا اكتر؟ يلا بينا. يلا. يعني هو بجد ما قالكش عايز ايه من اياد؟ هو لو قال لي يعني هخبي عليك ليه؟ ما دام ابوكي قال عايزه لوحده يبقى عمل مصيبه. امال مراتك هايدي فين؟ هقوم اشوفها بس اامن على الرجاله الاول. على اسمكم. عبد الله ابن عمك ده مش مريحني خالص. بقول لك ايه يا عيش؟ هي مرات عمي بتبص للليت ده مش عاجبها ولا ايه؟ أنا ما أعرفش إحنا ضيوف ولا أصحاب بيت. أصحاب بيت يا عبد الله، أصحاب بيت. استهدى بالله كده. يا رب، عدي اليوم ده على خير يا رب. طول ما إحنا ساكتين مش هيحصل خير. وكانت بنت البشوات ما تعرفش الأصول نعرفها لها. هي عمتي فين؟ أمي جوه قاعدة مع أبويا. بت، أنت يا بت. مالك يا أختي قاصحة كده؟ في إيه؟ مش شايفاني؟ ولا سامعاني؟ روحي امشي يا بت جيبي لي حاجة أشربها. وجيبي له حاجه يدفعها. هم يا اختي. ايه يا زينب؟ ايه مش عاجبك يدفعها؟ لا بتعامليها وحش يا اخوي. عاجبك الشوكولاته قوي يا حنين انت؟ ليه من بقيت عيلتك ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اسمع اما اقول لك، انا ما ابتديتش معاها، هي اللي ماشيه كده ولا كانها شايفاني ولا سامعاني. بيعاملونا زي الاغراب. افهم بالراحه. حد يسمعنا؟ ما يسمعوا في ايه. اسمع اما اقول لك، انا ساكته غلب ومخنوقه كده كفاية انت علي خانقني خنق السنين كلها. اسمع ما اقول لك، انا ليا في البيت ده زي ما هو ليه، واذا كان هو زين اني زينين زينب زي ده به. فاهم؟ نقعد بره؟ لا ما نقعدش. لو زين خرج يعني يلقانا. خايف منه ولا ايه؟ لا مش خارج. بقول لك ايه، ما توجعيش دماغي. مش معنى انه كلمك يبقى بيحن او ندمان. ممكن يكون بيقلب في الموبايل شاف اسمك، فتح الواتساب شاف صورتك، افتكر حاجه لطيفه. افتكر حاجة لطيفة؟ بقول لك يا علي، الكلمتين دول مش لاقيين على الحتة الشياكة دي. فعلا؟ ما اقولكش. بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سمير الرايق. ماله؟ من ساعة ما قعدنا وعينيه ما نزلتش من عليك. ما تيجي نشجر عليه في الفريند زون بتاعك ده. يلا بينا. يلا. بس عجبتك الحتة القطيفة دي؟ بس حبيبي بس. مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة يا حبيبي، وحشتني بس. وحشتك. ما أنا على طول قدامك، يعني ما بتختاريش غير الوقت اللي فيه ناس. أنت على طول وحشتني. طيب ما تيجي نسيب الحفلة ونطلع نشوف الموضوع ده. إيه؟ كسفي. طيب وخليني أشوف حل بقى أمشي الناس دي بسرعة كده وأجيلك. أظن كده أنت عرفت كل حاجة. بس هو ليه حضرتك سبتني قاعد في القعدة دي؟ أنت من أول ما دخلت بيتي وأنا خلاص بقيت أبوك وبعتبرك واحد من ولادي. وبعدين أنت هتشتغل معانا، لازم تبقى عارف أنت داخل على إيه بالظبط. إحنا ما عندناش أسرار بنخبيها، وأنا عيالي لازم يكونوا ماسكين إيدين بعض
وظهرهم في ظهر بعض. صالح! صالح جاي! وحشني يا صالح! لا يا سلمى، وحشاني انت كمان. يا زكريا صالح جاي! ياسمين حيدر! صالح وصل. هو أنا ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ ليه صالح دايما بعيد عن العيلة؟ وحشني يا صالح كل ده. وانت